السلام عليكم متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وعافيه. اليوم تغطيتنا عن برادو تي اكس ال 1 6 سلندر بنزين. سعر السيارة 168500 ريال سعودي، شامل ضريبة لوحات، لا يشمل التأمين، ضمان السيارة 3 سنوات أو 100,000 كيلو أيهما أسبق. سيارة وارد سعودي. واجهة السيارة وأبرز المواصفات: ليد نهاري متوفر في السيارة، الأنارة أمامية بتكون منفصلة العالي عن الواطي العالي، عدسات العالي LED كامل LED، عندنا كشافات ضباب أمامية أيضا LED وحساسات أمامية وأيضا غسيل شمعات. من الجنب بداية بفول تانك السيارة 87 لتر، صرفية السيارة 10.1 كيلو بلتر بنزين واحد، نوع البنزين 95، مقاسات الجنوط أو الكفرات 265 على 65، والجنط 17 إنش. يتوفر دخول ذكي من الأبواب الأمامية، المرايات بتكون بلون السيارة مع وجود غمازات، مقابض الأبواب أيضا بلون السيارة، بيكون عندنا مقابض أو حناية عفش بالكروم، عتب جانبي، كروم أسفل الأبواب. دي كمواصفات من جنب السيارة. من الخلف بداية بجناح خلفي موجود في السيارة مزدوج مع إنارة تحذيرية عند الوقوف، الإنارة الخلفية بتكون توهجية في السيارة، كاميرا خلفية، 4 حساسات، مخرج هوك، 2 كشافات ضباب موجودة في السيارة من الخلف. طبعا بالنسبة للزجاج الخلفي يتفتح معك من هنا كوصول سريع، وأيضا تقدر تفتح الباب بصورة دولابية. طبعا في الداخل بيكون عندنا مخرج كهرباء 100 واط على اليسار، وعندك أكيد منفخة وموجود في السيارة والفرشات. طبعا المساحة الخلفية في حال انك ما استخدمت الصف الثالث بتكون حوالي 627 لتر، ولكن اذا استخدمت الصف الثالث بتكون معك مساحة صغيرة في الخلف، التكفيل اكيد يدوي في السيارة. محرك السيارة محرك 6 سلندر على شكل حرف V، تنفس طبيعي، يولد 271 حصان، والعزم 384 نيوتن، متصل مع جير تكترونيك 6 سرعات. افتح سيارة، تكفيل وفتح وشنطة، من ورا شعار تويوتا مع كلمة لاند كروزر. الصف الثاني من السيارة بداية بمساحة الجلوس 4 أصابع بين الركبة والمقعد الأمامي، المقعد راجع الآخر شيء طولي 178 سنت. طبعا الكرسي تقدر تقدمه وترجعه، مسند وسطي مع حاملات أكواب، أيضا تقدر تستغنى عنه لجلوس شخص ثالث في الصف الثاني. هنا عندنا التحكم بالتكييف، بيكون عندك فيه بارد وحار، عندك ايضا التحكم بمنطقة التبريد فوق وتحت او مزدوج. هنا عندنا مخرج USB شحن سريع 3، وهنا عندنا مخرج ولاعة وانارة في السقف، وفتحات التكييف واصلة للصف الثاني، ومقابض تساعدك في طلوع السيارة. طبعا السيارة مخمل. والان شوف، هنختبر الصف الثالث، هنخلي 2 أصابع بين الركبة والمقعد، وراح نختبر الصف الثاني ونشوف كيف مساحة الجلوس. وبعد ما خلينا 2 أصابع في الصف الامامي بين الركبة ومقعد السائق، الوضع الآن ملامسة ركب. المقعد كمقعد كوضعية جلوس مريحة، لكن شوية الأرجل مرتفعة، مساحة الأرجل تحت ما مريحة، ولكن السيارة كسيارة عائلية، الصف مخصص للأطفال سن 10-12 سنة، بيكونوا مرتاحين في الخلف. بيكون عندنا حاملات أكواب في الخلف إضاءة، وأيضا التكييف بيكون واصل معاك للصف الثالث. براد 2020 من مخصورة القيادة، بساطة جمال، لمسات بالبلاستيك الأسود اللامع، شاشة بحجم 9 إنش، دريكسون بالجلد ومطرز. طبعا بالنسبة للزجاج كامل بيكون فل أوتو زي ما شايف مكتوب هنا أول أوتو، وهنا سنتر لك للأبواب وأيضا تأمين الزجاج، وعندك سنتر لك على باب الراكب الأمامي اليمين. من هنا عندنا غسيل الشمعات الأمامية، ومن هنا تتحكم بالمرايات كهربائي، وهنا عندك الطي الكهربائي للمرايات، تطويها وتفك الطي، ومن هنا تشغل كشافات الضباب الأمامية. هنا فوق عندنا عداد الرحلات، ومن هنا تتحكم بمستوى إنارة العدادات. طبعا إضاءة ما يتوفر فيها وضعية الأوتو. بالنسبة للدريكسون بيكون حلزوني في السيارة أو تلسكوبي. طبعا الدريكسون على اليسار، هنا بيكون عندك التحكم بالمود، بالموجات، بالصوت، وأيضا البلوتوث، رد الاتصال وفصل الاتصال، ثبت السرعة موجود بالطريقة التقليدية من تويوتا. في الداخل هنا بيكون عندنا فصل الحساسات، تشغيل الحساسات وتشغيل بزر من هنا. بالنسبة للوحة العدادات بسيطة واضحة، في الوسط عندك شاشة معلومات أيضا بسيطة، بتعطيك المتوسطات وعدادات الرحلات في السيارة، وضعية الجير ودرجة الحرارة الخارجية، وأيضا في وضعية التكترونيك تعطيك الغيارات، طبعا 6 سرعات. طبعا الشاشة بحجم 9 إنش، عندك مخرج USB هنا موجود، ومخرج ال HDMI موجود في السيارة، عندك بوصلة، وأيضا عندك تطبيق اسمه الأوتو بلس زي ما شايفين الآن،
مجرد انك تتحكم في الجوال، تتحكم في الشاشة من الجوال وتبدأ تتحرك زي ما انتم شايفين في كل شيء. طبعا عشان تستفيد اقصى استفادة من اوتو بلس لازم يكون عندك وصلة ال HDMI عشان تاخذ الميس كامل وتشغل الخرائط من جوالك وتفتح لوكيشن وتتحرك. طبعا زي ما شايفين هنا مشبك جوال على الواي فاي، فتقدر تدخل وتشوف كل شيء عن طريق الواي فاي على الشاشة، يعرض لك بيعطيك محتوى ترفيه، وتقدر تشوف أشياء كثيرة على اليوتيوب، ويكون كنوع من الترفيه للعائلة بكل بساطة. ترجع للشاشة الرئيسية بالتحكم عن طريق برنامج الأوتو بلس، طبعا متصلة مع الكاميرا الخلفية. بالنسبة للمكيف، مكيف إلكتروني مناخ واحد بارد حار، تتحكم فيه من هنا برودة، ومن هنا المروحة، ومن هنا تتحكم بالمكيف الخلفي للسيارة. هنا عندك درج مع مساحة تخزينية عميقة في الداخل، وتحت هنا عندنا التحكم. طبعا السيارة دفع رباعي مستمر الهاي، تقدر تحاور لللو، من هنا تقدر تقفل المحاور. هنا عندك التراكشن، وهنا السكن ستارت، وهنا عندنا الهيلد سينس كنترول او النزول من المنحدرات. طبعا بالنسبة للجير تبترونيك ست سرعات زي ما قلنا، هاند بريك عادي، عندك مخرج 12 فولت او 120 واط، عندك هنا الكول بوكس او الثلاجة موجودة هنا تشغلها من هنا وتكفل، والمسند بيكون عليه حشو طري. طبعا بالنسبة لمقعد السائق بيكون 6 وضعيات يدوية، اما مقعد الراكب بيكون 4 وضعيات يدوية. شماسيات عند السائق بيكون عليها مراية مع اضاءة، وايضا عند الراكب مراية مع اضاءة. الإضاءة هنا طبعا كل الإضاءة باللون الأصفر الداخلية، ومن هنا عندنا مراية تشوف العائلة من هنا. طبعا تسحبها سحبة عادي كده عشان تحط النظارة في الداخل وتدفها بقوة كده، طريقة ما راح تنكسر المراية، ما بيكون عليها تعتيم تلقائي. أما بخصوص أنظمة السلامة والأمان الموجودة في السيارة، بيكون عندنا مانع انغلاق، مانع انزلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الشهير من تويوتا الـ VSC، حساسات أمامية، حساسات خلفية، كشافات ضباب أمامية، كشافات ضباب خلفية، وكاميرا أيضا خلفية. بيكون عندنا تثبيت مقاعد الأطفال، حساسات مراقبة ضغط الإطارات، وأيضا المساعدة في النزول والصعود من المنحدرات، وعندنا أيضا زر منفصل الهيلد سنس كنترول والمساعدة في النزول من التلال. أيضا بيكون عندنا إرباقات أمامية فقط في السيارة. تغطيتنا لهم كانت من داخل معرض شركة بلا حدود للسيارات، معرض القادسية. أرقام التواصل مع المعرض، اللوكيشن كله راح يكون موجود في خانة الوصف، حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا راح تكون موجودة في خانة الوصف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المحتوى مع أصدقائك. وختاما في أمان الله.